الله شاهد على أقوالي وأمامي كل ما هو شاهد على أقوالي. مع الأسف تربط مني ما نش نربط علاقة مع زوجتي علاقة تتصور تربط مني. تتصور والله صدقني شيء أسف تربط مني بس نجيب شخص يمارس يمارس أنا نوايا الجنس هو يصورنا. أنا وش نزيد نعقد. ليه عاد هكا غراف ماني. هذه زوجتي ما أنا زوجتي مع الأسف أنا راني نحكي معاك خاطر القلب فاض والدمعة على الخدين وغصة في القلب. والله يا شو واه صدقني قلت لك قصة في القلب ودمعة على الخدين قلت لك زوجتي طلبت مني طلبات مع الأسف مع الأسف وليت خايف على سمعة داري وخايف على سمعتي وسمعة صغاري زاد عندي بنية وعندي وليد صغيرين. القضاء طلب مني الإثباتات وطلب مني الدلائل والقرائن مع الأسف